فاضي يا اخويا؟ عايزين تروحوا فين؟ عايزين نروح الطبليه. ايه؟ الطلبيه. الطلبيه، تعال. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ودينا يا اخويا العنوان اللي في الورقه دي. انت بتشغل عداد؟ عداد ايه؟ انت باين عليك مش عايش في الدنيا. معلش يا اسطى، عداد ايه ده؟ اخوتك صبيط ده دكتور. عداد ايه ودفت ايه؟ اسكت بقى خالص. معايا دفتر كيلوات بيحسب الكيلوات. اقفل الباب ده وما تفضحوش وتفرج الناس علينا، الله يفضحك. ابو اسماعيل قال لي خلي بالك من بتوع القاهره عشان دول بيسرقوا الكحل من العين. ما هو واحد بيقعد مع حد اسمه ابو اسماعيل، يعني منتظرين منه ايه؟ يتكلم ازاي ويقول ايه؟ اسكت حرام عليك، اسكت. ها خلصوني، اطلع ولا تنزل ولا ايه؟ اخويا اطلع يا اخويا، احنا خليلنا معاك هنا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. خلاص انت هتختم القرآن. بص بقى، احنا جينا المشوار ده كله ومبهدلين نفسنا عشان نعمل ايه؟ نعمل الواجب. هتخش اللي اسمه عاشور دي، اياك تسلم عليه. انت متشكله مع مراته، الراجل ما عملليش حاجه، وبعدين لو ما سلمتش عليه هيبقى شكلي عفيش قوي. طيب وريني يا حسن هتسلم عليه ازاي، وانا افرجك هعمل فيك ايه. ها انا هدخل من الشارع الجاي عشان الدنيا واقفه هنا. لان كده تبقى مخالف يا اسطى. اسكت. مخالف ايه وبتاع ايه؟ ما تسكت. كمان عليها اهبل ده ولا ايه؟ خش يا اخويا من اي حته، المهم نخلص. انت من هنا؟ ايوه. وانت مالك انت، هي من هنا ولا منين؟ ما تسوق وانت ساكت. انا بسال بس عشان لو عارفه السكه تقول لي. ولما انت مش عارف السكه ركبتنا معاك من الاول ليه؟ طب ما انا قبل ما اركب وانا واقفه كده عند المحطه قلت لك انا عايز اروح الطلبيه، قلت لي ماشي، ركبتني ليه بقى؟ وكمان حاسس خلاص يا هاجر، خلاص يا هاجر، وديني يا اخويا العنوان اللي في الورقه وانت ساكت. سوق وانت ساكت. وبعدين احنا مش كنا ماشيين في الشارع دوت من شويه ولا ايه؟ ما اعرف. الشوارع هنا كلها زي بعض. ازاي يعني؟ زي اليابانيين كده، اليابانيين بيبقى عندهم كلهم شبه بعض، احنا هنا عندنا الشوارع كلها شبه بعض. بقول لك ايه يا هاجر؟ بقول لك ايه يا هاجر؟ احنا شكلنا مخطوفين. اسكت، ابوس ايدك، اسكت اسكت. والله العظيم ثلاثة الراجل دي خاطفني. وعرفت منين يا فطن يا نبي؟ واحنا طالعين كان مكتوب إدارة مرور القاهرة، دلوقتي مكتوب إدارة مرور الجيزة في الحواجز اللي عدت، يعني احنا في بلد تاني. الله يخرب بيت البهايم. معلش يا اسطى، ده برج الثور. وبعدين امشي بقى يا اسطى كده وخلص، احنا ورانا معاد. وكلامك ده اللي هتخليهم يطمعوا فيني. وصل. طيب كام يا اخويا؟ 50. 50. حاضر. اهي اهي، اتفضل يا اخويا. 50 قرش ايه؟ لا 50 جنيه. 50 جنيه؟ اه ايه ده؟ 50 قرش، ما انت طلبت 50. انت مش عايش معانا في الكوكب ولا ايه؟ انت بتزعق له ليه؟ ده اصغر عيل في عيله ويعمل منك اربعه. ده حاجه بيت ربنا ست مرات، ما تزعقلوش كده. يا انسه بيديني 50 قرش وانا اجرتي 50 جنيه. يا انسه. انت فرحانه؟ انسه ايه يا بغل انت؟ وانا مش مالي عينك ولا ايه؟ ما تعرضهاش. احنا كلنا عارفين اللي فيه بلا واكسي. لا مش هينفع. لا ليه؟ اللي ما ينفعوش. انا عارفه الطريق اصلا من الاول، انت عمال تلف بينا تلف بينا تلف بينا، وانا حتى جزم بقي ساكت. وطالما انت عارفه ساكته ليه؟ هو كان شغال الالبوم بتاع وائل جسار، وانت عارف ده المايور سينجر، فقلت يعني بدل ما اروح اسمعه على الساوند كلاود اسمعه هنا كده بالمره. منك لله يا شيخي. ها خلصونا. زي ما قلت لك هي 10 جنيه ما فيش غير 10 جنيه. ايه مش هينفع، انا هاخد 50 جنيه اجرتي. خلاص يا هتاخد ال 10 جنيه يا هترجعنا من مكان ما جبتني.